في التقرير التالي لا نتحدث عن الصحة فقط، وإنما نتحدث كيف تستطيع التكنولوجيا أن تسهم في مراقبة حالة المرضى، حركتهم ونشاطاتهم اليومية، وكيف تستطيع بعض الأجهزة الذكية التي نستعملها أن تتناغم مع أجهزة طبية كي تسهل مراقبة الوضع الصحي وتضعهم تحت المراقبة المستمرة. iHealth شركة تبنت فكرة إدارة نشاطات الإنسان اليومية عبر استخدام أجهزة بسيطة متنقلة مدعومة بتقنيتي اتصال واي فاي أو بلوتوث وربطها مع الأجهزة الشخصية الذكية بشتى أنواعها من خلال ربط التطبيق مع أجهزتها الطبية بكل سهولة. جهاز قياس ضغط الدم لايت بي بي والذي تقدمه iHealth كجهاز خفيف يوضع على المعصم بوضعية أفقية ليحسب بدوره ضغط الدم ودقات القلب ويظهر النتائج بشكل رسومي سهل توضح للمستخدم حالة ضغط دمه وسرعة دقات قلبه بعد ربط الجهازين على نفس الشبكة، وهو ما يجعل مشاركة النتائج مع الطبيب سهلة أو حتى وضعها على شبكات التواصل الاجتماعي. أما جهاز بي جي 5 وهو جهاز يرتبط عن طريق تقنية البلوتوث ويحسب نسبة السكر في الدم بعد وضع عينة على شريط مخصص مدعوم بتقنية الكيو آر التي تحتوي في طياتها على معلومات تمكن الجهاز من التعرف على الشريحة المقروءة ونوعها. هذه الأجهزة يتراوح سعرها ما بين 79 دولارا إلى 120 دولار بحسب ميزات كل جهاز، والتي قد تسهم في مراقبة حياة المستخدم بشكل أفضل. كان معكم سلطان بتاوي، العربية.